اسمي محمود سعيد، انا محب برامج مصر. محمود سعيد. محمود سعيد. محمود سعيد الشاورما. شاعر كاتب مؤلف ولد محمود سعيد في مدينة يافا، وانتقل في سن 7 إلى جنوب إلى صيدا جنوب لبنان، وكان أشقاه يعملون في جيش الإنقاذ الفلسطيني، وكان محمود سعيد كان مندوب السعودية. والله ما سمعت عنه قبل. احمد سعيد الصحفي، محمود سعيد ابن عمه، يمكن ابن عمه، ابن عمه محمود سعيد. محمود سعيد اجدع زلمه ما لكش في بدمح في الكاميرا. هذا مين محمود سعيد يا محمود سعيد اللي هو البرنامج صدى البلد. محمود سعيد. شو بتعرف عن محمود سعيد؟ هذه البيتزا تاعت البيتزا. هذاك محمد سعيد. مروه محمود سعيد ممثل فلسطيني قديم، مثل فيلم الرسالة. هو شخصية عظيمة.